السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعين قناة خديجة أم فاتي. تنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الرغيفات اللي كيجيو زوينين ومقرمشين على الشكل هذا، مقليين وفيهم العسل ومرشوشين باللوز أو الكاوكاو اللي عندكم كيجيو البنات مقرمشين. المهم هي القرمشة ديالهم، وخا تبقى واحد المدة فتبقاو محافظين على ديك القرمشة ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا على عينيكم كيجيو زوينين بزاف، يعني مقرمشين. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش ملي لايك والاشتراك، اللي ما مشاركش عندي شارك والضغط على الجرس ويوصلكم ان شاء الله الجديد. هذا فضلا منكم وليس امر. ونقول لكم يلا على الطريقه والمقادير. بسم الله على بركه الله. غنحتاج واحد الاناء فاش غادي نخلطوا هاد العجين ديال هاد الرغيفات. غادي نحتاجوا الدقيق 300 غرام، غادي نحتاج واحد نص كاس تقريبا ديال ما بين الزبده مذابه والماء ديال الزهر. انا خلطتهم بجوج تما. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الخل، شويه ديال الملح حسب الذوق، الماء باش غادي نخلطوا ان شاء الله هاد العجين. ونبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نخوي هذاك نص كاس ما بين الزبدة، نص كاس صغير ما بين الزبدة والماء ديال الزهر. انا خلطتهم. وغادي ندير شوية ديال الملح على حسب الذوق ديال كل واحد. ونجهد شي نص معلقة ديال الخل. غادي نخلطهم هكا على الاول، وعاد غادي نشوف شحال غادي نحتاج ديال الماء. الماء طبعا يعني يكون من الروبيني، ماشي دافي ماشي بارد من الثلاجة. كنخلط بحال هكا وكنزيد الماء تدريجيا. العجين خصو يكون ما هي قاسحه ما هي رطبه، صراحه تكون غاديه شويه القسوحه ماشي جاريه باش تخدم لينا. غادي تشوفوا الخدمه ديالها كتجينا سهله مهله، ولكن غندلكوها شي شويه باش يعني تكون طايعه لينا الخدمه. مهم غادي تشوفوا معايا. المهم غير تخلط ما تجريوهاش، بحال مثلا نقولوا المسمن ولا شي حاجه شويه تكون قاسحه. وغادي ندلكوها شي شويه ونخليوها ترتاح ونخدموها باش غادي تشوفوا الا جريتوها بزاف شويه ما غاديش غادي تعذبكم شويه في الخدمه، يعني غتكون مرخيه او مطلوقه. غادي نخلط على الشكل هذا. بالنسبه للمقدار انتم ليكم الاختيار، انا درت غير 300 غرام ديال الدقيق فانتوما ليكم الاختيار. غادي نخلط على هذا الشكل هذا مزيان تجمع ليا. هانتوما رشوه، راه ماشي رطبه، راه يعني غادي يعني متماسكه شاده في راسها. نخلطها بحال هكا مزيان. انا عملت الدقيق الفورص الحرش فكيجيني زوين. انا كندير به دائما بحال هاد الفطائر. غادي نحتاج لواحد الكيس بلاستيكي او السلوفه اللي عندكم باش غادي نديرها نجمعها فيه ونخليها واحد المده ترتاح. من بعد عاد غادي ندلكها شويه كيما قلت لكم كيس بلاستيكي او السلوفان اللي كيتوفروا عليه. غادي نحطها فيه ونجمعها باش ما يدخلش ليها الهواء، ونعاود ندلكوها باش تطلق او تطوع لينا في يدينا. خليها كيما قلت لكم واحد المده ديال تقريبا قسمين هكاك، ما غاديش نخليها بزاف. من بعد ما خليتها ارتاحت تقريبا واحد القسمين بحال ما هكاك 10 ديال الدقائق، غادي نحيدها من السلوفه وعاد غادي ندلكها شويه. واحد الحاجه البنات راني نسيتها وغادي نزيدها على عينيكم البنات، هي الخميره ديال الحلوه. عاد غادي نزيدها في هاد الافناء، نسيتها. عندي هنا غير نص خماره، فغادي ندير ربع ديال الخماره، الربع ديالها. يعني غتكون واحد جوج غرام بحال ما هكاك ديال الخميره. غادي نديرها في يدي لانو نسيتها، وكتشوفوا لعينيكم فماشي مشكل. واخا نساوها رانا درتها وراهم جاوني يعني روعه. فانتوما نتمنى ما تنساوش بحالي وديروها في الاول مع الدقيق. وغادي ندلكها بالكف ديالي بحال ما هكا، راكم شوها ما كتلصق ما والو، فالعجين لين يعني ما كتلصقش نهائيا.
كندلكها شويه هكا فوق سطح العمل او الرخامه كيف ما كتشوفوا، كندلكها بالكف ديالي باش هذيك العجين طوع وتولي لينه بدون اضافه اي حاجه، لا ما ولا حتى شي حاجه، ما تضيفوا لا والو غير الدلك بحال ما هكا. حنا حاجتنا بغينا ندلكوها هي قاصحه هكاك باش طوع لينا وتجينا سهله في الطريق ديالها. ملي غنوليو نورق فيها غادي تشوفوا الكثافه ديالها، يعني كتجي مزيانه. كندلك واخا تشوفوا كنديرها راه ماشي شي مجهود، نيت لا راحت العجينه غير شويه في يدي، راه ماشي هكا. كما قلت لكم الدلك يعطينا عجين مزيان. هانتوما تتصبح لي على هذا الشكل هذا، غادي نقسمها على جوج. مع العجين عندي ماشي بزاف، يعني 300 غرام ديال الدقيق، فغادي ندير غير على جوج كويرات. نتوما الا كنتو دايرين كثر بامكانكم ديروا الكرات اللي نتوما غادي تغلبوا عليهم، او ديروا اللي نتوما محتاجينه والاخر ديروا في المجمد حتى يعني تبغيو تورقوه وتحضروه هذيك الساعه تزودوه من المجمد. انا عاده كندير بحال هاد القاعده، فكنكون وفرت عليا شي شويه ديال الخدمه، يعني نقصت عليا الخدمه. غادي نكورهم على هذا الشكل هذا، وغادي نلف مره ثانيه بالسلوفان، نفس هذاك السلوفان اللي كنت لمتهم يعني جمعتهم فيه. غادي نغطيهم ونخليهم عاوتاني يرتاحوا، ماشي بزاف راه غادي دغيا غادي ندوز نخدمهم. غادي نخليهم هكاك شي 3 دقائق بحال ما هكاك، رايتها ما وجدت لي انا وجدت الزيت وهذا فاش غادي نقلي ان شاء الله. من بعد ما خليت ارتاحت غير شويه ماشي بزاف، قلت لكم 3 دقائق تقريبا، جبت كره اخرى خليتها في هذاك السلوفه. غادي نحتاج واحد جوج معلقات ديال النشا، فهذا ضروري البنات، ما غنقول لكم زعما ممكن تبدلوها بالدقيق ولا شي حاجه، فلا ضروري من النشا، هي اللي كتعطينا هذاك القرمشه. اه ما ماشي بزاف، انا غندي غير جوج معلقات، وراعيني ميزاني حدايا هنايا، يعني الا احتاجيت رانا غادي نزيد. غادي نرش على سطح العمل ونحط هذيك الكويره، نبسطها شي شويه بيديا مع الاستعانه ديال النشا، وغادي ندل نبص نورقها بهاد الدلاك بشكل مستقيم او شكل دائري، فملي باش نجيو نتنيوها تجينا مقاده. كنستمر بحال هاد الطريقه، الا شتها يعني مخصوصه من النشا فكنرش عليها من الفوق او على سطح العمل. كنبسط هاد العجين مزيان، تورقوها مزيان مزيان البنات شحال ما ورقتوها، فكتجينا ناجحه 100%، وكتجي يعني زوينه ما تكونش غليظه. رقوها مزيان كيف ما كتشوفوا، علاش قلت لكم العجين خدموه في الاول طريقه العجن، فما كتشوفوا كيفاش دايره في يدي، شفتوا ما تتخافوا من اللاصق ولا حتى شي حاجه، شفتوا يعني سر النجاح ديال العجين فهو تخدموها مزيان وتخليوها ما تجريوهاش بزاف وتدلكوها. كنبقى نبسط فيها حتى نوصل للشكل اللي انا بغيت. من بعد ما بسطت العجين مزيان كنرشها بالنشا او الذره، ضروري البنات من المرحله للتاكيد. شوفوا ولات رقيقه يا البنات، شو شوفوا الرق ديالها شحال رقيقه، وما تخافوا منها حتى شي حاجه، فما كتلاصق شاي. علاش قلت لكم ديروا على شكل طولي او دائره، فاش كتولوا تنيو كتجيكم مقاده. نبداو نتنيوها ان شاء الله، كيما قلت لكم في ساعه في ساعه في نص ساعه هانتي وجدتيهم دوك الرغيفات كلنا كنبغيهم. بالنسبه للحجم راكم كتحكموا فيه في الثاني ديال هاد الرغيفات بحال هكا، واش بغيتهم كبار يعني عراض غادي نتعرضوا، بغيتهم صغيورين بما امكانكم ديرهم قل من هاد الثاني اللي انا كنتني. شوفوا مزيان معايا باش ما كيما تنقولوا الدوخوش. بالنسبه للمبتدئات كنتني عاوتاني من الهي باش غنديروا جوج ديال الاشرطه، ميمكنش ليا نبقى نتني فيها ندير شريط واحد، فغادي تجينا دوك الليات بزاف. حنا ما بغينا ما يجيونا خفاف ويجيونا زوينين،
كنتني قلت لكم على الطريقه نفس المقدار، نفس يعني التنيه قد هكا قد هكا باش يجيونا قد قد، وقد قد تنيات شحال ما تنيتي هادي شحال ما غادي تني هادي. حنا غاديين بحال هذا الشكل كنتنيو. دابا صافي وصلتهم النص ديال بعضياتهم، غادي نجيب واحد السكين او القطاعه باش غادي نقطع هذاك بيناتهم ديك العجين. بسم الله قطعها بحال هكا بشكل عادي. قلت لكم الحجم ممكن ديرهم كبار، انا درتهم ما هما كبار ما هما صغار صراحه الله، يعني مستحبين. وانتم ليكم الاختيار، ممكن ديرهم صغيرين بامكانكم، ممكن ديرهم كبار لكم كما قلت لكم الاختيار. غادي نحيد عليا هذا الشريط هذا حتى نقطع الاخرى. ها انتم دابا استقطع ورقه واحده، حنا درنا من جوج ديال الاشرطه. بسم الله نبدا نقطع. الى ما بالنسبه للقياس واش قد قد ولا لا، بامكانكم قطعوا وحده والاخرى تبقاو تقادوا عليها الا بغيتوا تجيهم قد قد بشكل يعني متساوي وقد قد، تقطعوا الاولى وتبقاو تعبروا عليها وتقطعوا الاخرى. انا راه عيني ميزاني رانا كنشوف هكا. غادي نحيدهم بحال ما هكا وغادي نجيب الدلاك، غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نبسطهم. شوفوا الدلاك كنحطوه هنايا بحال هذا الشكل، عقلوا مزيان. غادي نضغط مزيان عليه في الوسط ماشي في الجناب، في الوسط ونديه ونجيبه. شتو هكا غادي ندي الدلاك عاود نجيبه بحال هذا الشكل، نضغط باش يجيونا الجني ماشي شويه طالعين. تجينا ديك الرغيفه عاطيه لنا شكل ومنظر زوين، راه كيف ما شفتوهم لشكلهم ولا مذاقهم تيجيو زوينين. هكا تنضغط تنكون مجده الزيت سخون في المقله يكون كتير، وغادي نقليهم ان شاء الله. من بعد ما ضغطت عليهم كاملين بالتلاك في هذاك الشكل هذاك، راني درت الزيت سخن وبديت تنقلي. الزيت يكون كتير على فكره، النار تكون عاليه في الاول من بعد تنقصوها، ماشي اقصى درجه لكن عينكم ميزانكم. اي حاجه ما كنزيدوش على البوطه بزاف حتى تشوط لينا من الفوق وتبقى لنا ما طيبش مزيان من داخل. فهما راه مرقاق وانا ما دايرهش التنيات بزاف، يعني ما تنيوش هذاك الشيء قلت لكم الرغيفات ما ديرش مع شحال من تنيه بزاف فكيجيونا ما هماش اللي. وكنحط بشكل عادي بحال ما هكا، كتحطوه حتى بدلت تعاود كطلع وكيتنفخوا لينا كيجيو زوينين. صافي ورانا شاده الفرشيطه هكا وكنحط داك القياس اللي غتهزوا ليا المقله كما قلت لكم تكونوا زايدين في البوطه، من بعد كتنقصوها ماشي اقصى درجه انما باش ما يتحرقوش لكم الفوق ولا شي حاجه. فتكون مجده حدايا كسكاس او شبكه فاش غادي اللي طابت كنحطوها هنايا وتتخلطهم داك الفائض ديال الزيت اللي بقى فيهم. فشوفوا كيفاش جاو محمرين ومقرمشين البنات، يعني ما تخنعوش منهم زوينين. كلنا كنبغيو بحال هاد الرغيفات، كلنا كنبغيو كما قلت لكم بحال هاد الرغيفات مع كتعجبنا هذيك القرمشه ديالهم. ها نتوما يعني جاو محمرين ومقرمشين، يعني تتعطيهم شويه الخاطر. وبالزربه بالزربه البنات، هذوك جوج معلقات اللي درت ديال النشا او الذره راه شاطت ليا تقريبا شي نص معلقه معانا، ما دايراش كما شفتوا بزاف ولكن ما شاء الله خرجت ليا التبصيل يعني تبارك الله. كنبقاو هكا رادي البال معاهم، اللي بانت لينا حمارت ولا شي حاجه فكنقلبوها، ماشي تاع تحمر بزاف الا بغيتي يولي اللون ديالها مذهب فتنقلبوها باش كيطيبوا بشكل متساوي، ماشي تاع تحمر نقلبوها فلا. اللي تذكير الزيت يكون كثير، انا ما مكثرش الزيت بزاف، نتوما ديروا اكثر من هذا القياس اللي انا دايره. تقول لي علاش ما دايراش فما بقاش لي الزيت، هذاك الشيء علاش. انتوما ديروا الزيت بزاف البنات، يعني خاص داك الرغيفه تغبى باش يطيبوا لكم من كاع هذا ويجيكم زوينين. من بعد ما طابوا لينا ستفتهم في البلان والتبصيل بحال هذا الشكل هذا، فليكم اختيار ممكن ديروه بشكل فردي. ها هو شاط ليا هنا في الكسكس ما شاء الله، قلت لكم شو شحال خرجوا تبارك الله، فقط 300 غرام خرجوا لنا كميه لا باس بها. غادي ندير عليهم العسل، انا ما محبش يعني نفندهم في العسل،
بصح كاين اللي كيف النظم في العسل، فغادي يشربوا العسل بزاف البنات. يستحسن يعني ديروا العسل من الفوق بحال ما هكا في هذا الشكل هذا، ومن بعد ترشوهم باللوز او الكاوكاو فاللي عندكم، او تخليهم حتى هكاك الا ما توفرش عندكم اللوز او الكاوكاو مهرمش. كيما قلت لكم كاين اللي كيفندهم في العسل فكيشربوا بزاف البنات، يعني راه ماشي بحال الشباكي ولا انهم مرقين غادي يشربوا بزاف بزاف غيولي. فيستحسن ديروا لهم هكا يعني بركه. وشوف كيف كيجيو البنات ما شاء الله، كيما قلت لكم شحال خرجوا. وغادي نرش عليهم الكاوكاو مهرمش، نتوما اللي عندكم اللي متوفراتكم واللي كتفضلوا كنرشوا عليهم شويه هكا بهذا الشكل. كيما قلت لكم ممكن ديروهم يعني في طبيصلات فرديين، يمكن ليكم اختيار بالنسبه للتقديم، كل واحد وكيفاش كيفضل يقدمهم. وها هما كيما قلت لكم بزربه بزربه في نص ساعه كتوجديهم، فالحل سهل ومقرمشين كيجيو زوينين البنات. فهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الرغيفه تاع البنات اللي في الساعه كيتوجدوا. نتمنى يعجبكم الفيديو البنات، لا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم واصحابكم. شكرا لكم على التعاليق ديالكم وعلى التفاعل، نقولكم شكرا لكم بزاف بدون استثناء واحد واحد كاع اللي كل ما يشاهد الفيديو ديالي تنقول شكرا لك، ونقول لكم تهلاو في راسكم بزاف والى فيديو اخر باذن الله. مع السلامه.